مين اللي قالك تكلمي عمك يا ست؟ قلت يجي يشوف اخوه في المستشفى. يا سلام، قلتيلي مالكيش كبير ماشيه بدماغك كده؟ عادي يعني يا ماما، هو انا عملت ايه؟ هو ايه ده اللي عادي يا ريتال؟ انت مش عارفه ان عمك ومرات عمك هما السبب في اللي ابوكي فيه ده؟ انت ايه دماغك فيها ايه؟ انا عايز افهم. مفيش حاجه، واحنا مش عيله ولا ايه؟ انا قلت يجي يشوف اخوه ويسال عليه. انا عملت الصح يا ماما. يا سلام، الصح يا ماما، ما انت عارفه اللي فيها. هو لازم يجي يشوف اخوه يا ماما ويشوف هو عمل فيه ايه، ويعرف ان جوز العقارب هما السبب في اللي هو فيه، يمكن يفوق. انت دماغك دي ايه يا بت؟ سم بس عاجبني تصدقي. ماما انا عارفه متاكده ان عمي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. المشكله في جوز العقارب، هما السبب في كل حاجه، وعارفه ومتاكده كمان ان هما ما بيحبوكيش ولا بيتوقوا يسمعوا اسمك. بس احنا هنا عندهم مصالح، لينا فلوس كتير قوي، هنسيبها؟ نسيبها يبرطعوا فيها ونقف نتفرج عليهم كده عادي؟ مش هيحصل. انا عارفه هما كانوا جايين هنا يعملوا ايه. انا مش هبلع ولا عبيطه يا ماما عشان اتصل بعمي عشان يجي يشوف بابا. احنا مش مستنيين منه حاجه، بالعكس انا كنت عايزاه يجي يقعد معانا نشوفنا ويشوفه. اصل زي عمي ده انا عارفاه كويس قوي، لازم يحس ان هو الكبير. عارفه لو حس عكس كده يتجنن ويقلب الدنيا وحواليها. خرب بيت عقلك، انا كنت تايهه عنك فين يا بت؟ الكلام الكبير قوي اللي في دماغك ده، قولي لي يا ريتال بتخططي لايه وبتفكري في ايه بالظبط؟ في ايه يا مرتال مالك؟ تحب اقول لك احنا لينا جامع عندهم بالمليم؟ بس يا بت، ولا مليم ولا ملايين. يا نهار ابوكي ابيض، قالوا انا اللي كنت فاكراكي هبله وعبيطه وبتجري ورا الواد المعفن ده بورياله. ده انت طلعتي مصيبه. بورياله ايه يا ماما؟ ده مليونير، وبعدين الفلوس بتحب الفلوس. انا اللي كنت هاخده على حجري مش هو. ايه ده؟ انا زي ما كنتش واخده بالي منك. ده انت طلعتي بت بميت راجل، انت خلاص هتبقي دراعي اليمين. خايب الرجا بقى يا ماما اللي انت بتقولي عنه ده. كان فاكر نفسه ان هو هيقدر يتحكم فيا، او يعني يقدر يزود استثماراته على حسابي. عبيط، ما كانش عارف هو بيتعامل مع مين. وحياتك انت، وحياتك انت يا كريمه اللي خليه يقول جاي. اما ابن الكلب بقى اللي لهف فلوسنا ده ونصب علينا، هيجي وهخليه يسف في التراب. لا استني عليا شويه بقى وفهميني ناويه تعملي ايه بالظبط. احنا ننزل دلوقتي نرحب بعمي ونقوم معاه بالواجب ونقول له انت النجده اللي جات لنا من السما، واحنا ما نقدرش نستغنى عنك. ونخليه يحس كده ان هو لو اتهزت كرامته يتجنن. يا بنت الشياطين، بقول لك ايه، سيبك بقى من شهد وزينب، دول مش فاهمين اي حاجه. طب بقول لك انت ايه بقى يا حبيبتي، يلا ننزل نرحب بيهم ونعمل معاهم الواجب والصح. ماشي يا كراميلا. ده انت اللي كراميلا، يلا. عيني يا عيني، شايفه العز اللي كريمه عايشه فيه وتقول لك فلسنا؟ ده القصر ده بحق الارض اللي عندنا كلها. انت هتقولي لي؟ ما انا عارفه كريمه وكهنها وقلبها الاسود. اقعد يا اما شويه، رجلك هتوجعك من الوقفه. لكش صالح انت. وادي حسن، تعالى ما اقول لك. نعم يا عمتي. ما تعرفش يا واد متر الارض في المنطقه دي يجيب كام؟ في المنطقه دي؟ ايوه. لا ما عنديش فكره والله. ما عندكش فكره؟ اه. ولا مش عايز تقول؟ ما انت عامل زي ابوك. من غير ما تسال، شكله غالي قوي قوي.
عمتي. وحشتيني قوي يا عمي. شفت اللي حصل؟ تزعليش يا اختي، بكره يطيب ويبقى زي الحصان. يسمع من بوقك ربنا يا مرات عمي. ادعي له بس انت. بدعي له يا حبيبتي، بدعي له من قلبي ربنا العالم. والله يا عمتي لما تعب اول واحده سأل عليها انت. انا؟ اه والله. بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني وانت زعلانه منه. اه مزعلني وقلبي غضبان عليه. انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزيه مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه يعني عشان لو حصل حاجه يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن ما خدتش بالي منك خالص. ازيك؟ انا كويس ولا يهمك، انا مقدر اللي انت فيه. كملي كملي ان شاء الله هيبقى كويس يا اخويا. لا يا حميتي ما تجيش تسالي علينا، ما تجيش تسالي علينا الا في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العباره كده امك هي السبب. يا فوزية اكتني، بقول لها مش وقته يا بنت. امال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ ابدا والله، ماما طلعت تنادي لهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا باهلكم. اهلا اهلا. ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. ازيك يا عمتي عامله ايه؟ ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حسن وحشتينا. انا تمام. أنا تمام زي الفل. ازيك يا حسن عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. اه طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميلة وفيها جنينة كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينة. ماشي حسن تعال. اتفضل. نورت يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورت يا عمتي. شكرا بعد. يا حبيبتي شوفي الجنينة. منورين. أنا ما خبرش تقصدي. اعذرني يا حاج، أنا مش هينفع أقول لسعادتك أي حاجة إلا لما الحاج عبد الله يبلغني. أسرار يعني. أنا أخوه الكبير. طبعا يا حاج وعلى دماغي، بس أنت يعني لازم تقدر موقفي. إزيك يا عمي عامل إيه؟ والله العظيم منور الدنيا. أهلا يا شاهد. وحشنا قوي يا عمي. أهلا يا بنتي. بقولك إيه يا عمي، إحنا يا دوبك بقى نروح لبابا. إيه؟ آه. آه يا دوبك. يلا يا بنتي. يلا يلا. اتفضل يا حاج.